ندوز واحد بس ندوز الواحد صابلي. أيه تبارك الله نبداو اينا واحد أيه تفضلي. صابلي بالكوك محمر اللي كيجي كنغصو في الشوكولات. المهم عندنا 125 غرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ. كنخدمها في واحد القصعه مع واحد الكاسل ديال الحنيده حتى كيوليو بوماد. كنضيف معهم واحد جوج بيضات. واحد الكاس ديال الزيت قطفه الملحه. كنضيفوا معاهم ساشي ديال الفرون كراميل هذاك الصغير اختي سناء باش كيعطي واحد لوكو زوين. كنضيف هنايا عليها كاس ديال الكوك يكون رقيق ما يكونش هذاك الغليظ كيكون هذاك الرقيق. كنحمره شويه وكنضيفه. كنضيف عليهم هنايا كاس الا ربع ديال مايزينا. اييه نشا. كنضيف واحد نص خماره. وكنضيف الدقيق بشويه بشويه حتى كتجمع لي العجين ديالي ما نقصحوش العجينه والعجينه تكون عندها شويه رطبه. صافي كنخليها واحد جدتها واحد شويه تقريبا واحد ربع ساعه. كنطلقها ما بين جوج بلاستيكات. كنطلقها بالدلاك ما يكونش السمك ديالها غليظ حيت مع هاد الصابله ما غاديش نلصقو نخليو على واحد على واحد دونك خصو يكون مرقيق ما غليظ. اييه صافي كنسرحو. كنجيب هذاك المرشم ديال القطعه ديال البطاطا اييه داك الكاروليات فيه هذاك كنجيبو كنغطسو شويه في المايزينا باش ما كيتلصقش من العجين. كنشدو كنطبع هذاك العجين كامله يعني هو ملي كنبدا نطبع ما نهبطش هذوك السنات ديالو كاملين حتى لتحت. يعني غير ينفي بين لي هذوك التقيبات انه ترشم صافي كنحيد. بصح ما نضغطش اكثر. ما تضغطيش بزاف بزاف غادي العجينه كامله غتهز ليك غير ترسم دوك الكاروليات صافي الله يجعلها. اييه باش يبانو نحنا غرضنا في دوك التقيبات صافي. صافي من بعدها كنجيب انا جبت هنا واحد المرشم مربع طابع مربع كنبدا كنقطع به على شكل مربعات او اللي بغات تجي دير سيله دائره اللي عجبها. المهم هو هذاك المرشم ديال البطاطا في الاول كان مدور دابا خارج هذا المربع حتى هو زوين المربع ولكن كنجيبو حنا كنجيبو غير هذا الطابع عادي مربع عادي ماشي داك اللي كتبقيت لا هذاك هذاك طبعنا به حيدناه. فهمتك. غنجيبو وحده غادي نطبعو به على شكل كاري ياك. كنطبعو كنحطو هذاك الصابلي ديالنا في اللاطه حتى كنكملو. صافي كنطيبوه تيابا عادي غير كيذهب اللون ديالو كنخرجوه كنخليوه حتى كيبرن لنا مزيان. كنذوبو هنا الشكل ذوبت انا هنا الشكلات الابيض والاسود. صافي كناخذ هذاك الصابلي ديالي كنغطس ليه النص ديالو قنت واحد بحال غيجي مثلث. اييه يعني كتغطسيه الغطسه ديال المثلث في القنت يعني كيجي النص ابيض والنص يعني في الشكل ممتاز. صافي كتزين السيده هذاك الشكلاط الابيض انا درت هنا شويه ديال الورد باش كيعطي داك اللوين مع البيض مع الغول كيجي اللوين ديالو زوين. لا تبارك الله جا معتبر يعني ناديه هذاك جا اصلا هو مربع الحلوه مربعه وفيها الكارويات وغطستي قنت واحد غطستي في الشكلاط الابيض وعاوتاني واحد القطع اخرين غطستيهم في الشوكولات الكحل وفي التزيين هذاك الشوكولات الكحل خليتيه عادي خرجوا سامبل. ايوه والشكلاط الابيض كيتواتى مع دوك الوريدات ديال الورد البلدي كيعطي منظر يا صراحه ملي كيتغطس النص في الشكلاط والنص خاوي يعني كيبقى غير صابلي كيعطي واحد المنظر زوين. الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك. وهاد هاد كتحبي كميه. اييه تبارك الله خير البركه وكيولي هي عجينه وحده خرجنا منها جوج كيلات ممكن نزيدو كاع تفنوا. على غرض في اقتصاد. اييه والله لا انا ما عرفت كيفاش ما سولتكش قلت لك واش بلا فراس مريم مسكينه درت لها ضحكت لي كتقولي واخا ما عندنا خاطر ولكن كنديروا على حساب الوليدات شويه شويه من الحاجه وصافي. اييه لا فعلا فعلا شوف ساعات ولا بعد نوبات كيكون تبارك الله واحد جات شي عيد عيد الفطر وشوف على حسب نتمناو غير الخاطر وراحت البال ولا وقيته والكلا ديالها. دابا صافي كنبغيو نديرو غير الفال وصافي هذاك الشيء اللي كاين. الحمد لله.